بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا. تعالوا واستشعروا معايا وحسوا معايا إن احنا داخلين للادي لبيت النبي، لكن المرة دي هنغير شوية، مش هنخش بيت النبي اللي في المدينة صلى الله عليه وسلم، إنما هندخل بيت النبي اللي كان في مكة. ارجع معايا قبل ما نخش على المدينة، تعال ارجع معايا بقى للعهد المكي، تعال نخش على بيت النبي صلى الله عليه وسلم أيام ما كان في مكة. أدينا داخلين بيت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لكن المرة دي دخلنا، بس قبل ما نخش ما تنساش التأشيرة، تصلي على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. وإحنا داخلين بيت الرسول المرة دي صلى الله عليه وسلم، طبعا شايفين الوجه الأنور، وجه النبي طبعا صلى الله عليه وسلم، الوش المنير الجميل اللي ما يشوفوش أي إنسان في الدنيا دي كلها إلا وحس فيه بالصدق والنقاء والصفاء والتقوى والإخلاص وكل الصفات الجميلة بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. دخلنا لقينا النبي قاعد بيدعي دعاء من القلب، دعاء بحرقة جديدة جدا جدا. كان بيقول إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان بيقول: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك يا رب، يا رب عز الدين ده يا رب العالمين بواحد من الاثنين دولت، اكتر واحد فيهم بتحبه يا رب العالمين، خليه يا رب يسلم عشان تعز به هذا الدين. اللهم اعز الاسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بعمر بن الخطاب. والنبي راح مقدم أقرب واحد لقلبه من الثاني، وقال إيه؟ أو بعمر بن هشام اللي هو أبو جهل. خد بالك بقى كانت النتيجة إيه؟ طب الأول قبل ما نسأل عن النتيجة، هو كان إيه سبب دعاء النبي؟ والنبي دعا الدعاء ده ليه؟ يا جماعة كانت الصورة صعبة قوي قوي، وكانت الدنيا صعبة جدا، وكانت الابتلاءات والتعذيب اشتد على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة إن اترمى سلى الجزور، سلى الجزور اترمى على ظهر النبي، واترمى التراب فوق راس النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأوا يسخروا من النبي واتهموا بأنه ساحر وشاعر وكاهن ومجنون صلى الله عليه وآله وسلم. اشتد البلاء، بدأ النبي يرجع ويلجأ إلى رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى، بيقول: يا رب اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، اللي بتحبه فيهم يا رب خليه يسلم عشان تعز به هذا الدين، لأن الاثنين كانوا أقوياء جدا، وكان لهم سطوة وشكيمة، وكانوا أصحاب قوة ومنع في قريش. فقال: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بعمر بن الخطاب أو بعمر بن هشام. كانت النتيجة إن كان أحب واحد فيهم إلى الله سبحانه وتعالى هو عمر بن الخطاب، فأسلم عمر بن الخطاب فأصبح فاروق الأمة، وأصبح حصنا حصينا يحتمي فيه المسلمون بفضل الله سبحانه وتعالى عمر بن الخطاب. طب يعني يا ترى أسلم إزاي بقى؟ الكيفية اللي أسلم بها عمر بن الخطاب ده اللي احنا هنعرفه دلوقتي. تعالوا نبدأ الموضوع من أوله، بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب يا جماعة اتولد بعد عام الفيل ب 13 سنة. عام الفيل مين اللي اتولد فيه حضرتك فاكر؟ طب صلى عليه صلى الله عليه وسلم. النبي ولد في عام الفيل، بل في رواية وقفت عليها وأنا بكتب كتاب سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، لقيت إن النبي اتولد مش في عام الفيل وبس يا جماعة، لا ده المعجزة العجيبة بقى، إن النبي اتولد في يوم الفيل، اليوم اللي دخل فيه أبرهة عشان يهدم الكعبة، هو نفس اليوم، نفس اليوم اللي ربنا سبحانه وتعالى انتقم فيه من أبرهة والجنود بتوعه، وسلط عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. في نفس اليوم دوت كان بداية البشير النذير، كان ميلاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كأن ربنا بيقول له: يوم ميلادك يا محمد صلى الله عليه وسلم هحميلك البيت اللي المفروض هيبقى قبلة ليك انت والمسلمين بعد ذلك الى يوم القيامة، ان هبعت على الناس دي يعني طيرا ابابيل ترميهم بحجارة من سجيل، اكراما لمبعثك، اكراما لولادتك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اخوي وحبيبي، فعمر بن الخطاب اتولد بعد عام الفيل ب 13 سنة، يبقى هو أصغر من النبي كم سنة؟ معروفة بقى، النبي اتولد يوم الفيل أو عام الفيل، وعمر اتولد بعدها ب 13، يبقى هو أصغر من النبي ب 13 سنة. يوم بعثة النبي كان النبي عنده 40 سنة، كان عمر بن الخطاب عنده 27 سنة. النبي صلى الله عليه وسلم بعد 6 سنوات من البعثة أسلم عمر بن الخطاب، يبقى أسلم عمر وعنده كم سنة؟ كان هو عمره 27 عند بعثة النبي، وكان عمره يوم ما أسلم سنة 6 للبعثة
البعثة كان عمر عمر بن الخطاب 33 سنة. عمر بن الخطاب عاش لحد ما مات وعنده 63 سنة. وشوف بقى سبحان الله، شوف التوافق العجيب ما بين النبي وما بين وزيريه يعني العادلين، أبي بكر الصديق وعمر الخطاب. النبي يموت عنده 63 سنة، أبو بكر يموت عنده 63 سنة، عمر يموت عنده 63 سنة. فعمر بن الخطاب أسلم وعنده 33 سنة، وتوفي عمره أو استشهد عمره 63 سنة، يعني عاش 30 سنة في الإسلام و33 سنة في الكفر والشرك ولا حول ولا قوة بالله. عايزك أخويا حبيبي وعايزك أختي الفاضلة، عايزين نتخيل جميعا لو إن عمر بن الخطاب كان مات في سن 32 سنة، مش هقول بقى 30 سنة ولا 20 سنة، لا بقول تخيل حضرتك وتخيل حضرتك لو كان أسلم وعنده 32 سنة، يعني قبل ما يسلم، لو كان مات قبل ما يسلم بسنة واحدة، كان يبقى عمر بن الخطاب إيه؟ ولا كان لي أي ذكر في الدنيا دي كلها. لكن لما أكرمه الله عز وجل وطول في أجله فأسلم عمر، فأصبح فاروق الأمة اللي الدنيا كلها بتتكلم عنه واللي الدنيا كلها بتحبه بفضل الله سبحانه وتعالى. كانوا بيقولوا إن عمر بن الخطاب، كان الناس بتقول كده، لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر بن الخطاب، كان جبارا في الجاهلية، كان كل المسلمين بيخافوا منه لأنه فعلا كان بيؤذي عدد كبير جدا من المسلمين. لكن لما أسلم، تعالوا نشوف اللحظة الجميلة، وعنوان حلقتنا النهاردة لحظة صدق. تعالوا نشوف لحظة الصدق الجميلة اللي عاشها عمر بن الخطاب ووصلته أنه هو ينتقل من عمر بن الخطاب اللي الدنيا كلها كانت بتكرهه واللي الدنيا كلها كانت بتخاف منه، إلى عمر بن الخطاب اللي الدنيا كلها بتدعيله وتقول ربنا يطول في عمره، ربنا يكرمه، ربنا يجازيه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، ويتندر الناس بسيرته الجميلة إلى يوم القيامة. عمر بن الخطاب في لحظة صدق جميلة من أجمل اللحظات. طبعا زي ما قلنا يا جماعة، ربنا يبارك فيكم، بعد ما تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا إن السبب الأساسي في إسلام عمر بن الخطاب هو دعوة النبي. خدوا بالكم عشان ما حدش يستهتر ولا يستهين بالدعاء، الدعاء الدعاء هو العبادة، هو العبادة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، بعدها ليه؟ إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فاعتبر الدعاء هو العبادة، ولذا قال سيد الأتقياء صلى الله عليه وآله وسلم الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. إن أنت تلجأ إلى الله وتعلم إن أنت إنسان مسكين لا حول لك ولا قوة إلا بالله، بتنخلع من حولك وقوتك إلى حول الله وقوته. ولذلك كان دعاء الاستخارة، كان نشوف الجمال اللي فيه، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم، انخلاع من الحول والقوة، أنا مملكش حاجة يا رب، أنا ضعيف وزليل وفقير وما عنديش علم وأنا جاهل، وأنت يا رب القوي العزيز الغني المتين سبحانه وتعالى. فبتلجأ لربنا سبحانه وتعالى وبتنكسر وتزل نفسك. وأجمل ما في الدعاء أن أنت تزل نفسك وتنكسر لله، ربنا هيكرمك ويفتح عليك فتوح لا تخطر على قلب بشر. فكان دعاء النبي كان سبب في إسلام عمر، وكان دعاء النبي سبب في نصرة يوم بدر، وكان دعاء النبي سبب في نصرة المسلمين يوم الأحزاب. الدعاء يا مسلمين، ادعوا لإخوانكم الآن في المسجد الأقصى، ادعوا لهم يا رب فرج همهم، يا رب قولوا آمين، يا رب انصرهم على اليهود الملاعين، قولوا آمين يا رب فرج هم المسلمين في كل مكان، قولوا آمين. الدعاء ما حدش يستهين بالدعاء. اللحظة الجميلة ولحظة الصدق الجميلة اللي عاشها عمر بن الخطاب ودخل فيها في دين الله سبحانه وتعالى، بيقولوا في قصة كده كانت مشهورة جدا جدا، أنا هحكيها برضو في عجالة سريعة، وإن كانت القصة للأمانة العلمية اللي احنا اشترطناها على أنفسنا مع بعض في البرنامج المبارك اللي بتحل فيه بركة النبي صلى الله عليه وسلم، ده إحساسي يعني، احنا اشترطنا على ان يكون في امانه علميه. القصه دي ضعفها اهل العلم او عامه اهل العلم ضعفوها، اللي هي قصه دخول عمر بن الخطاب على اخته فاطمه بنت الخطاب. ان عمر كان ماشي فبيكلم واحد فقال له يعني انت كده بتعمل معايا كده، طب شوف اختك بقى اللي اسلمت ودخلت في دين محمد. قال او قد فعلت؟ قال فعلت. فراح عمر بن الخطاب خدته الحميه يعني ودخل على فاطمه بنت الخطاب اللي هي اخته، وأول ما دخل فقال أصبأت يا فاطمة؟ قالت بل أسلمت ودخلت دين الله مع النبي صلى الله عليه وسلم. فرح لطمها على وجهها، فيعني نزفت الدماء من وجهها الشريف. سبحان الله، الدماء دي لما نزلت من وش أخته، برضو الحنين يا جماعة، ربنا يبارك فيكم، مهما كان الإنسان في جاهلية ومهما كان في بعد عن الله، لكن برضو الحنين دي أخته مهما كان الدم ولحمه. فبدأ يحس كده أنه خجلان من نفسه، فبدأ يعني يلين الكلام معاها، لقى في ايدها صحيفة كانت في ايدها يعني بعض الآيات القرآنية اللي كانت ماسكاها في ورقة من الورق اللي في ايديها، فبيقول لها ما هذا؟ قالت هذا كتاب الله عز وجل، أو هذا القرآن.
وأنت امرؤ مشرك نجس لا تمس هذا فإنه لا يمسه إلا المطهرون، فماذا أصنع؟ قالت له اغتسل حتى تمسك بهذا الورق. دخل عمر بن الخطاب واغتسل، وكأن الغسل ده كان بركة على عمر بن الخطاب، ما كانش بيغسل فقط جسمه وإنما كان بيغسل الكفر اللي على قلبه والشرك اللي مليان في عقله. اغتسل عمر بن الخطاب وأخذ يقرأ هذه الآيات، يقال إنها كانت آيات في سورة طه، ويقال إنها آيات كانت في سورة أخرى، الله أعلم. المهم مش دي مشكلة، إن عمر بن الخطاب بعد ما قرأ انشرح صدره. لا شك يا جماعة زي ما قلنا إن كان السبب الأساسي لإسلام عمر دعاء حبيبك بتصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم، لكن أكيد أكيد مليون في المية إن عمر بن الخطاب برضه بعد دعاء النبي عليه الصلاة والسلام وقف وقفة صدق ولحظة صدق مع نفسه، وحس إنه محتاج يخش الدين العظيم دوت بفضل الله سبحانه وتعالى. خرج من عند فاطمة بنت الخطاب اللي هي أخته، ومن عند سعيد بن زيد اللي هو جوز أخته اللي هو من العشر المبشرين بالجنة، وخرج يمشي يكلم نفسه، ويقال إنه قرأ بعض الآيات في سورة طه، ويقال إنه هو ماشي سمع النبي عند الكعبة وهو بيقرأ القرآن، ويقال أقاويل كثيرة في هذه القصة بالذات، وزي ما قلت القصة فيها ضعف، لكن في النهاية كان عمر بن الخطاب كما يقال في بعض الروايات كان عازم في اللحظة دي أن يروح يقتل النبي. خدوا بالكم، فألقى الله الإسلام. خدوا بالك، هو قبل ما يروح لفاطمة أخته كان راح يقتل النبي، فحصل أن الرجل قبله فقال له ده أختك أسلام، فراح لفاطمة فاغتسل فقرى القرآن، فهو راجع خلاص تغيرت الوجهة بعد ما كان رايح يقتل حبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. لا، الموضوع تحول بالنسبة له، عمر بن الخطاب رايح الآن علشان يقبل النبي ويبوس إيد النبي ويسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عمر بن الخطاب خد القرار في اللحظة، لحظة الصدق يا شباب، لحظة الصدق يا أخوات يلي محتاجين أن أنتوا تجددوا البيعة مع النبي صلى الله عليه وسلم وتلبسوا حجابكم، لحظة الصدق يا إخوة يلي محتاجين أن أنتوا ربنا يكرمكم، اللي ما بيصليش يصلي واللي بعيد عن ربنا يراجع نفسه يبدأ صفحة جديدة، لحظة الصدق عمر بن الخطاب راح وخبط على دار الأرقم بن أبي الأرقم، كان النبي هناك، وكان ساعتها حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أسلم بقاله 4 أيام، فأول ما سمع خبطة عمر قال يا رسول الله هذا عمر بن الخطاب، دعني له يا رسول الله وأنا أخلصك منه. فقال النبي لا يا حمزة، دعني أنا له، فإن كان قد جاء لشر فأنا له، أنا أقدر عليه عمر بن الخطاب، وإن كان قد جاء لخير فبها ونعمة عين. ففتح النبي الباب فأخذ عمر من تلابيبه وأجلسه على الأرض وقال له أما آن الأوان يا ابن الخطاب، أنت هتفضل عايش بعيد عن ربنا لحد إمتى يا عمر؟ أما آن الأوان يا ابن الخطاب. فبكى عمر بن الخطاب وحضن النبي وقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان موقف يعني في غاية الجلال والبهاء والجمال، عمر بن الخطاب من شدة فرح حيث بأنه أسلم قال له يا رسول الله أما أنا الأوان أن نظهر؟ قال ليس بعد يا عمر، قال لا نظهرن يا رسول الله، ما فيش حاجة تمنعنا. وخرج المسلمون لأول مرة كما قال ابن مسعود، خرج المسلمون في صفين، صف على رأس عمر بن الخطاب والثاني على رأس حمزة بن عبد المطلب، ودخلوا وهم ينطقون كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. فرآهم المشركون على تلك الهيئة فلم يستطع واحد أن يتكلم بكلمة، فعلى أن الإسلام قد عز بفضل الله سبحانه وتعالى. تخيل أخوي وحبيبي لو كان عمر بن الخطاب مات قبل أن يسلم كان هيبقى فين؟ سبحان الله. قارن كده قبل ما نطلع فاصل في عجلة سريعة، قارن بين عمر بن الخطاب قبل الإسلام وبعد الإسلام. قبل الإسلام كان عايز يصد أخته عن الإسلام، بعد الإسلام يتمنى الكون كل يسلم على يديه. قبل الإسلام كان بيعذب الجارية بتاعته، بعد الإسلام كان يجلس بجوار البعير المريض ويبكي ويقول والله لا أدري ما بك وإني لأخشى أن يسألني الله عنك يوم القيامة. قبل الإسلام كان رايح يقتل النبي، بعد الإسلام كان يتمنى أن يفدي النبي بعمره وبحياته. اللهم صل وسلم وسلم، اللهم سلم وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فاصل قصير ونرجع لكم، كتروا من الصلاة على النبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا وألف مليون مرحب بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، والله بحبكم في الله وبسعد جدا يوم الثلاث بلقائي معاكم، وبستنى من الثلاث للثلاث وببقى في غاية الشوق والله أن أنا أشوف مش أنا يعتبر حاسس أن أنا شايف الوجوه النيرة اللي قاعدة قدامي. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين يعني. والحقيقة وبشكر كل القائمين على القناة على الجهد اللي بيبذلوه من أجل إخراج هذه الحلقة بهذه
هذه الصورة الجميلة. ربنا يبارك في الجميع ويجازيهم عنا كل خير، ويعني ربنا يجمعنا وياكم وإياهم على حفظ النبي صلى الله عليه وسلم. أخويا حبيبي، ذكرت لك مثال جميل جدا ولحظة صدق عالية جدا جدا عاشها سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. عمر بن الخطاب اللي كان في الجاهلية كان الناس بتستعيذ بالله من شره، وبعد الإسلام بفضل الله يقوم النبي يقول عن عمر بن الخطاب يعني إن الله أجرى الحكمة على قلب ولسان عمر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان نبي بعدي لكان عمر. يا الله، والله ما في تزكية في الكون يا جماعة أعظم من هذه التزكية. حد ممكن يتخيل واحد كان بيقوله لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر بن الخطاب؟ بعد الإسلام النبي بيقول لو كان في نبي بعدي كان يبقى عمر. حاجة يعني قمة في يعني في التشريف والتكريم لعمر بن الخطاب من النبي صلى الله عليه وسلم. أخويا حبيبي، أنا ليه ذكرت لك المثل العالي دوت عمر بن الخطاب؟ عشان ما حدش يئس من نفسه. ياما في ناس كتيرة وكلنا أصحاب ذنوب، ياما في ناس وقعت في ذنوب، وياما في ناس لسه لحد الآن ما تابتش ولسه وقع في الذنوب برضو. بذكر لك المثل العالي ده عشان ما تيأس من نفسك. أنت بالله عليك عمرك سجدت لصنم؟ ما حصلش. ما حصلش. عمرك يعني عذبت حد؟ عمرك أذيت حد؟ ممكن يكون ما حصلش. عمرك في يوم من الأيام فكرت إنك تقتل أي إنسان فضلا عن انك انت تقتل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما حصلش. ورغم ذلك عمر بن الخطاب مر بالمراحل الصعبة ديت واسلم عمر وعاش لحظة الصدق، وكان هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. حاجة مهمة جدا جدا ان انا عايز اقول ان في ناس كتيرة جدا لما بالعوز نكلموا عن الصحابة يقول يا عم الشيخ انت بتكلمنا عن الصحابة دول جيل واحنا جيل. اي نعم صح، احنا لازم نكون عارفين قدرنا وعارفين قدر الصحابة. الصحابة دول يا جماعة بدون منازع باتفاق هم خير جيل وطأ الأرض أو مشي على الأرض بعد الأنبياء والمرسلين. دول أفضل جيل في الكون ده كله. لكن عايز أقول هل تقلدهم صعب ولا سهل؟ بعض الناس صوروا للبشر كلهم أو للبشرية كلها إن تقليد الصحابة مستحيل. طب ليه؟ قالوا الثلاث أسباب. الأسباب اللي خلت الناس فكرت إن تقليد الصحابة صعب جدا جدا ثلاث حاجات. أول حاجة إن إحنا لما بنقرأ سيرة الصحابة بنقرأ سيرة الصحابة، وركزوا معايا بالله عليكم، بنقرأ سيرة الصحابة بعد إسلامه وليس قبل إسلامه، صح كده؟ يعني أنا عن نفسي حتى لما كتبت كتاب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، لما كتبت كتاب الحقيقة ترجمت كلهم تقريبا في الغالب من ساعة لحظة الإسلام، أو يعني ممكن حاجات بسيطة جدا جدا مذكورة قبل الإسلام ثم أسلم. إنما هل في حد ترجم للصحابة حياتهم كلها قبل الإسلام ثم حياتهم كلها بعد الإسلام؟ لا. عشان كده انت ما شفتش غير الوجه المشرق. يعني ما شفتش مثلا واحد صحابي كان بيعبد الاصنام ويشرب الخمر ويعمل ويعمل وفجأة الحمد لله ربنا اكرمه واسلم والتزم وبقى ما شاء الله من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وبقى نور ماشي على الارض وما شاء الله، وقرآن ايه وسنة ايه وعبادة ايه وطاعة ايه وانفاق ايه وجهاد ايه وحاجات ما شاء الله. فاحنا قرأنا سيرة الصحابي من ساعة ما اسلم، لكن ما نعرفش هو قبل ما يسلم كان عامل ازاي. كتير من الصحابة يا شباب المسلمين واخواتنا واهلينا وحبايبنا، كتير من الصحابة بدأوا بدايات صعبة جدا، كان عاش في بيئة شركية صعبة يا جماعة، بيأكلوا الميتة وبيشربوا الخمر ويأكلوا لحم يعني عايزا بالله ربنا يعافينا وعافيكم يا رب العالمين، وكان في بينهم من وقع في الفواحش وتجارة الأصنام وعبادة الأصنام وحاجات ومصائب. ولما أسلم لقى القوم الدنيا كلها واقفة ضده، الكل بيقول له أتسبق وتخرج عن دين الآباء والأجداد، منهم من هدد بالقتل ومنهم من طرد ومنهم من أخذ ماله وداره. اتعذبوا واتبهدلوا يا شباب المسلمين، وإحنا جلنا الإسلام على الجاهز عشان نعرف قدر الإسلام. فلما جاي يسلم كانت البداية صعبة، لكن أسلم. أنت النهاردة لو بصيت في أكتر مسلم على وجه الأرض مليان ذنوب ومعاصي، لو حب أنه يلتزم بدايته سهلة. هو ما كانش مشرك، هو ما بيعبدش أصنام، هو لو حب يلتزم النهاردة الدنيا مش هتقف في وشه، ما حدش هيقوله أتصبع عن دين الآباء والأجداد، ما حدش هيقوله الكلام دوت. فكان بدايتهم صعبة وانت بدايتك سهلة، إيه اللي مأخرك؟ أدي أول حاجة. الحاجة التانية إن بعض الناس بيعتقدوا إن كل الصحابة تفوقوا في جميع المجالات. الكلام ده مش مظبوط. ممكن تلاقي صحابي تفوق جدا جدا في العبادة لكنه في الإنفاق مش قوي، صحابي تاني بينفق كويس جدا لكنه في الجهاد ضعيف شوية، يعني بيقاتل بس ضعيف في الجهاد، واحد تالت كان ما شاء الله في الصيام كويس جدا لكن في قيام الليل ما يقدرش، وهكذا كل واحد كان بيتفوق في مجال. صعب جدا أخوي وحبيبي إن احنا نجمع في شخص واحد بس إنفاق أبو بكر وإدارة عمر وقضاء علي
وحياء عثمان وعلم عائشة وفقه ابن عباس وجهاد خالد بن الوليد، نقدر نجمع كل ده يا جماعة في شخص واحد؟ صعب جدا، من المستحيل ان انت تجمع كل ده الا في النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هو بس اللي جمع كل خصال الكمال صلى الله عليه وآله وسلم، هو ده الوحيد. إنما عشان تقدر تجمع كل الصفات دي في بشر غير النبي، ده مستحيل يا جماعة. فإذا مش كل الصحابة تفوقوا في كل المجالات، بل منهم من تفوق في مجال 2-3، ومنهم من تفوق في مجالين تانيين غيره خالص، ومنهم من تفوق على صحابي في مجال. ولذلك كان النبي يقول إيه؟ كان يقول أرأف أمتي، وفي رواية أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. الله، هو عمر ما كانش رحيم؟ كان رحيم. عثمان كان رحيم، علي كان رحيم، بس أرحم واحد فيهم أبو بكر. طب خد بالك بقى، وليه؟ وأشدهم في دين الله عمر، خد بالك. وبعدين وأعظمهم حياء عثمان بن عفان. هو أبو بكر ما كانش حياء، كان كلهم عندهم حياء، لكن كان أكتر واحد عنده حياء مين؟ عثمان بن عفان. فكان كل واحد يا جماعة بيتميز بنقطة معينة هو بيتفوق فيها عن غيره، خدوا بالكم. ولذلك النبي قال عن عثمان: ألا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة الرحمن جل وعلا. النقطة الثالثة اللي خلت بعض الناس بيظن ان تقليد الصحابة صعب جدا جدا، ان بعض الدعاء ربنا يا رب يبارك فيهم جميعا، لما حبوا يتكلموا عن الصحابة وصلوا بالصحابة الى مرتبة خرجوهم عن دائرة البشرية وصوروهم للناس على انهم معصومين لا يخطئوا ابدا. انت كده مش بتكرم الصحابة، انت كده بتدمر الامة. ليه؟ لان انت لما تقول لي قدوتك اللي انت هتمشي وراها بعد النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم الصحابه، قدوتك لا يمكن ان تقلدها. طب ازاي؟ ده لو كان المساله مساله عدم تقليد كان ربنا خلى النبي ملك، ما كانش خلى بشر. امال ليه خلى بشر؟ عشان احنا نقلد النبي، عشان لو النبي عمل حاجه نقلده. طب لو كان النبي ملك، نيجي نقلد النبي تقول له ما اقدرش، اصل ده ملك وانا بشر ما استطيع ان انا اقلد الملك. فانت النهارده لما تيجي تخرج بالصحابه عن دائره البشريه وتقول ان هم معصومين لا يعصون الله طرفه عين، انت بكده بتصعب عليا انا كمسلم ان انا اقلده، لانه معصوم لا يخطئ ابدا. بل ان الصحابه كانوا يخطئون رضي الله عنهم وارضاهم، لكن الفرق اللي بيننا وبينهم حاجات كتيره جدا. الصحابي كان اذا اذنب ذنبا ولو صغيرا كان يعظم الذنب. يعني يعظم الذنب؟ يحس انه ارتكب جريمه. لو ارتكب صغيره خالص اللي هي ممكن تعدى علينا في اليوم 200-300 مره، واخد بالك، لو عدت على صحابي كان يحس ان كان الدنيا ضاقت في عينيه. قال بلال بن سعد: لا تنظر الى صغر المعصيه ولكن انظر الى عظمه من عصيت. خد بالك، كان يعني عبد الله بن مسعود كان يقول: المؤمن يرى ذنوبه كانه قاعد تحت اصل جبل يوشك الجبل ان يقع فوق راسه، والمنافق يرى ذنوبه كانها ذباب اطار به او اطاح به، هكذا وهكذا. فكانوا يعظمون الذنب، تعظيم الذنب. تاني حاجه تعجيل التوبه، كانوا يتوبون من قريب. الواحد فيهم لو كان أذنب على طول بيتوب، ما كانش عنده تبرير، ما يبررش الذنب أبدا، أنا أذنبت عن أذنبت، بيعترف. رابع حاجة كان ما شاء الله كانوا بيتبعوا السيئة الحسنة، كان لما يعمل ذنب كان على طول يتبعه بالحسنة، ما كانش يتأخر أبدا. فكان عندهم حاجات جميلة جدا جدا، لو أذنب الواحد كان بيتوب على طول. فأنت لما تصور لي أن الصحابي معصوم لا يخطئ، أنت كده بتصعب عليه المسألة. بل ده في حاجة كان أكبر وأخطر. إيه هي؟ إن أنا لما أذنب وواحد يجي يقول لي توب، اقول له لا انا مش صحابي، واخد بالك، انا اذنب لكن اتوب، ما انا مش صحابي، انا مش معصوم من الذنب. فانت كده بتضيق على الانسان دائره ان هو يقلد الصحابه. لا، خلي المساله واسعه، بالعكس انت بقى نخليها بقى واضحه اكتر. انت لما تذكر لي ذنب صحابي ليس من باب القطح، يا جماعه الخير الله يبارك فيكم، الصحابه تجر اسنا، الله اكبر، افضل جيل وخير جيل على وجه الارض بعد الانبياء والمرسلين. انت لما تذكر لي مثلا معاذ بن مالك لما اذنب معاذ بن مالك، انت بتذكر لي الذنب وفي نفس الوقت بتقول لي طب تعالى بقى نشوف معاذ لما اذنب كيف تاب من ذنبي، كيف تاب، وتحكي لي قصة التوبة الجميلة بتاعته. الله، تلاقي دموعك كده نزلت على خدي، وتلاقي نفسي مقبل على التوبة أنا كمان، ونفسي اتفتحت إن أنا توب زي ما ماعز تاب. خدت بالك؟ بالعكس أنت بتنفعني لما بتذكر لي إن ممكن صحابي يكون أخطأ في أمر ما، فأنت بتحسسني إن الدنيا مش يعني الحمد لله رب العالمين، لو كنت أنا أذنبت فغيري أذنب فهو تاب فأنا لازم أتوب. واضح؟ ولذلك شوف الحديث القدسي عشان نفهم بس ما بين السطور. المولى عز وجل يقول في الحديث القدسي الذي رواه الترمذي بسند الحسن، يقول: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ليه ربنا قال يا ابن آدم؟ ليه ربنا ما قالش يا عبدي أو يا مسلم؟
او يا عبد الله مش ينفع صح كده؟ اه ينفع. انما ليه قال يا ابن ادم؟ كان ربنا بيقول لك يا مسلم حبيب قلبي، كان ربنا بيقول لك انت ابن ادم عليه السلام، وادم اذنب، فلما تاب تبت عليه، وانت اكيد هتذنب، فتوب زي ما ابوك تاب، لان انت لما اذنبت فتوبت، يبقى انت كده قلدت ابوك في التوبه. واضح المعنى؟ يبقى انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. ده كان مثل عالي جدا وجميل جدا يا جماعه. يا جماعه الصحابه خير جيل على وجه الارض بعد الانبياء والمرسلين، لكن احنا عايزين نبسط للناس المساله ونقول لهم اكيد ان شاء الله تقدروا تقلدوا الصحابه. ما بقولش ان حد فينا هيبقى مقامه زي مقام الصحابي، ده مستحيل، لكن اكيد تقدر تقلد الصحابه، تقدر تقلده. تشبهوا ان لم تكونوا مثلهم، ان التشبه بالكرام فلاح. يا اخواني ويا اخواتي، لما الرجال يقلدوا الصحابه خيره خلق الله بعد الانبياء والمرسلين، نقلدهم في قيام الليل، نقلدهم في عبادتهم، في انفاقهم، في اخلاصهم، في صدقهم، في امانتهم، في وفائهم، في حبهم لله، في حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سهل جدا نقلدهم ان شاء الله. ولما الاخوات يقلدوا امهات المؤمنين في لبس الحجاب وفي الحياء وفي طاعه الزوج وفي تربيه الاولاد وفي حاجات كتيره جدا جدا، يبقى اكيد ان شاء الله هنكون خير امه اخرجت للناس بفضل الله. تعالوا نشوف مثل تاني عالي جدا من الأمثلة العالية جدا اللي وقفوا لحظة صدق مع أنفسهم علشان يتوبوا إلى الله عز وجل. مصعب ابن عمير. الله، مصعب ابن عمير، مصعب ابن عمير الفتى الجميل المدلل، الفتى اللي يعني ما شاء الله المرفه المنعم المدلل، كان بيجيله الملابس بتاعته من اليمن والعطور تجيله من الشام. كان شاب ما فيش اي حاجه في الدنيا، مالوش دعوه باي حاجه، مالوش في اي حاجه، كل اللي كان بيشغله زي ما في شباب كتير عايشين النهارده، كل اللي بيشغلهم ايه؟ الفيلا والعربيه والبنت بتاعته والتليفون المحمول اللي بيغيره كل شويه والعربيه اللي بيغيرها اول كل سنه واشتراك النادي والفيلم والاغنيه والموبايل وقصه الشعر وكل الحاجات دي، هو ده شغله الشاغل. لكن سبحان الله، يقدر ربنا سبحانه وتعالى فجاه مصعب بن عمير اللي كان ما شاء الله الملابس تيجي من اليمن، العطور تيجي من الشام، كان لما يمشي من شارع وانت تعدي بعديها بربع ساعه تشم ريحه العطر بتاع مصعب بن عمير، تقول مصعب كان معدي من هنا من جمال ريحه العطر بتاعه. مصعب بن عمير فجاه في لحظه صدق وقف مع نفسه، ما ينفعش الكلام اللي انا فيه ده، لازم اسلم. راح للنبي، اسلم على يدي. عرفت ام مصعب حرمته من المال، لكن مش مشكله، مش فارقه معاه، خلاص مصعب اتغيرت اهدافه يا جماعه. معايير السعاده عند مصعب اتغيرت خلاص، ما بقاش السعاده بالنسبه له في المال وفي الفلوس وفي النساء وفي الحرير وفي الذهب وفي العطور، ما بقاش دي هي مقاييس السعاده عنده. مقاييس السعاده عند مصعب بن عمير بقت في ان هو يكون قريب من الله، قريب من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. مصعب بن عمير هاجر للحبشه وعانى من مراره الحرمان والبعد عن الاوطان والاهل. مصعب بن عمير كان اول سفير للدعوه الى الله عز وجل في المدينه المنوره، اسلم على ايد اسيد بن الحضير وسعد بن معاذ اللي اهتز لموته عرش الرحمن سبحانه وتعالى. مصعب بن عمير كان سبب من اعظم الاسباب لانتشار الاسلام في مدينه الرسول صلى الله عليه وسلم. مصعب بن عمير كان له سهم في الجهاد ايضا، جاهد في يوم بدر وفي يوم احد، اخذ الرايه مصعب بن عمير ودخل يجاهد وهو يلبي نداء الجهاد، يا خيل الله اركبي، يا خيل الله اثبتي. اتقطعت دراعه اليمين، خد الرايه بدراعه الشمال، اتقطعت دراعه الشمال، خد الرايه بعضدي، شقوه نصفين، فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم قول المولى عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. اخويا وحبيبي، السؤال اللي بيخطر على بالي دلوقتي وعايز اقوله لك من اول ما بدات اتكلم عن مصعب بن عمير: يا ترى نفسك تعيش اي حياه؟ حياه مصعب المدلل المرفه قبل ما يسلم، ولا حياه مصعب الحياه الخشنه، الحياه الصعبه لكن الحياة القريبة جدا من ربنا، الحياة القريبة جدا من الجنة، الحياة اللي كلها طاعة واتباع للنبي صلى الله عليه وسلم بعد إسلام مصعب بن عمير؟ أي حياة؟ ويا ترى تقدر تحمل الراية زي ما حملها مصعب ولا مش هتحمل الراية؟ هتحمل الراية النهاردة وهتدعو لإخوانك في المسجد الأقصى؟ هتحمل الراية وتطلب العلم وتدعو إلى الله؟ هتحمل الراية وتقبل إيد أمك وأبوك وتبر أمك وأبوك؟ هتحمل الراية وتحب جيرانك وأهلك وأحبابك وتساعد المسلمين؟ هتحمل الراية وأنت بتحاول بقدر الإمكان إن أنت تعمل أي عمل
عمل تخدم به دين الله وتخدم به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هتحمل الراية ولا مش هتحمل الراية؟ حملها مصعب، ونتمنى نلاقي في الأمة المحمدية 100,000,000,000 مصعب. ربنا يبارك فيكم. فاصل قصير تصلوا فيه على النبي صلى الله عليه وسلم ونرجع لكم تاني. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أخوي وحبيبي هذكر لكم بس أمثلة سريعة جدا لناس وقفوا لحظة صدق مع أنفسهم بفضل الله سبحانه وتعالى وربنا أكرمهم. وبالله عليك أنا مش بحكي قصص وحكايات، طبعا أنا في انتظار الاسم بتاعكم إن شاء الله للي هيجددوا البيعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. شاب يجدد البيعة مع النبي يقول له هصلي يا رسول الله، وأخت تجدد البيعة مع النبي تقول له يا رسول الله هلبس حجابي، وواحدة تقول هجدد البيعة يا رسول الله وهطيع، واحدة تقول هجدد البيعة إن شاء الله وبر أم وأبوي، وهكذا. محتاجين الخير مرة تانية يطلع من الأمة الجميلة المباركة. كنتم خير أمة أخرجت الناس. تعالوا نشوف مثال للأخوات الخنساء. الخنساء كان لها أخ في الجاهلية اسمه صخر. مات صخر، فلما مات ملأت الدنيا بكاء وعويلا، وقالت يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره بكل غروب شمسي، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. خذوا بالكم، بعد ما أسلمت جوزها، طبعا يعني جوزها مات وكده، وترك لها 4 من الأولاد. الأربعة دول كبروا ما شاء الله، جم في معركة القادسية في عهد عمر بن الخطاب وفي إمرة سعد بن أبي وقاص على القادسية. قدر ربنا ان هي راحت احتسبت اولادها الاربعة. شوف كانت بتبكي على اخ مشرك، اما دلوقتي الاولاد الاربعة كلهم مسلمين ما شاء الله. فقالت يا ابنائي انكم لابناء رجل واحد، والله ما خنت اباكم ولا هجنت نسبكم، فاني لاحتسبكم عند الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم، فإذا ما دخلتم فأخلصوا النية لله فإني أحتسبكم عند الله. دخل الأربعة وقاتلوا في سبيل الله فاستشهدوا، فجاء الصحابة يعزونها أو يهنئونها بعد القادسية، فقالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم وإني لأحتسبهم عند الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الخنساء اللي حولها التحويل ل 360 درجة دي كلها حاجة واحدة بس، إنها لما كانت مشركة وأخوها مشرك وبكت عليه البكاء ده كله، بعد موت وقفت لحظة صدق مع نفسها فأسلمت. الإسلام هو اللي حولها 360 درجة، بدل ما كانت بتبكي على واحد مشرك احتسبت 4 من أولادها هم اللي حلتها من الدنيا دي كلها، ولما ماتوا كانت فرحانة جدا إن أولادها استشهدوا في سبيل الله سبحانه وتعالى. مثال تاني جميل جدا جدا، عمرو بن الجموح اللي قعد 60 سنة يا جماعة الخير، 60 سنة يعبد صنم، 60 سنة بيركع وبيسجد للصنم، ويقدر ربنا سبحانه وتعالى ان يسلم عمرو بن الجموح. انتوا عارفين قصته مش عايز اطول فيها. فيسلم عمرو بن الجموح ويعرض على النبي ان يخش يجاهد في غزوة احد، مع ان عمرو بن الجموح رجل اعرج شديد العرج وليس عليه جهاد، معذور يا جماعة، يعني الاعرج ليس عليه جهاد. واذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لابناء عمرو بن الجموح ما عليكم ان تتركوه كي يجاهد في سبيل الله لعل الله أن يرزقه الشهادة. ويدخل عمرو بن الجموح وقبل ما يخش يقول له يا رسول الله ألا إن قاتلت فقتلت أأطأ بعرجتي هذه في جنة الرحمن يا رسول الله؟ يقول بلى يا عمرو. ويدخل عمرو بن الجموح ويقاتل فيقتل، فيمر عليه النبي وهو يبتسم ويقول والله يا عمرو لكأني أنظر إليك الآن وأنت تطأ بعرجتك هذه صحيحة سليمة في جنة الرحمن. لحظة صدق وقفها عمرو بن الجموح مع نفسه كانت سبب في انه يسلم، وبدل ما كان بيركع ويسجد لصنم بيضحي بجسمه وبيضحي بحياته وبروحه وبكل حاجة من اجل الله سبحانه وتعالى في لحظة صدق. لحظة صدق اللي خلت ابو ذر الغفاري اللي كان من قبيلة غفار، قبيلة غفار يا جماعة الخير قبيلة كلها كانوا قطاع طرق كلهم حراميين، لكم ان تتخيلوا، ويجي واحد منهم اللي هو ابو ذر الغفاري رضي الله عنه وارضاه ويروح يسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بفترة وسنوات طويلة تأتي قبيلة غفار كلها عشان تسلم، وإذا بالنبي يبتسم في وشوشهم ما قالهمش بقى ده أنتوا كنتوا أبدا. شوف قد إيه، في لحظة صدق وقفها أبو ذر فأسلم، ولحظة صدق وقفتها القبيلة كلها فأسلمت،
فجاءوا إلى النبي المصطفى، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أسلم سالمه الله، كان معهم قبيلة اسمها أسلم، أسلم سالمه الله وغفار غفر الله لها، خلاص كل اللي فات يا جماعة اتمسح بأستيكة ولا ذنب عليكم أبدا يا غفار، خلاص بدأتم صفحة جديدة. عشان كده بقول يا شباب ويا أخوات نبدأ الليلة دي صفحة جديدة، نقول يا رب وعجلت إليك رب لترضى، أنا جاي لك يا رب أنا ماليش غيرك، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الكل بيتسابق إلى الله سبحانه وتعالى. كان آخر مثال أخوان وأحبابي عبد الله بن عمرو بن حرام، اللي يوم أحد طبعا ما كانش عنده من الدنيا دي غير ابنه جابر بن عبد الله كلكم عارفينه، وكان عنده 9 بنات صغيرين، فلما جه يوم أحد قال لابنه والله يا بني ما أراني إلا سأكون مع أول من يقتل، فإذا ما قتلت يا بني فأدي الدين الذي علي وأوصيك خيرا بأخواتك. 9 بنات، وجابر بن عبد الله كان عنده حوالي 14 سنة وشهور بسيطة يا جماعة، هياخد باله من 9 بنات وفي نفس الوقت يطلب العلم وفي نفس الوقت يجاهد وفي نفس الوقت عايز يتجوز وفي نفس الوقت حاجات كتير قوي، لكن كان عندهم همة عالية بفضل الله سبحانه وتعالى. دخل عبد الله بن عمرو بن حرام في يوم أحد وخد السيف بتاعه وراح دائق عليه بحجر وراح كسره ورماه، وقال اللهم خذ من دم اليوم حتى ترضى، يا رب خذ من دم النهاردة لحد ما ترضى عني. عمرك شفت حد بيقول الكلمة ديت؟ يا رب خذ من دم لحد ما ترضى. احنا مش طالبين منك دمك ومش طالبين منك دمك، طالبين بس ان احنا نقف وقفة صدق ولحظة صدق، نرجع لربنا، نسجد واسجد واقترب، قرب من ربك حبيبك، ما فيش حد أحن عليك من ربك سبحانه وتعالى، واسجد واقترب، تعالي قربي أختي، الجنة قريبة والله، الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعلي والنار مثل ذلك. عبد الله بن عمرو بن الحرام يدخل فيقتل، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يلاقي واحدة من قرايب عبد الله بن عمرو جاية عمالة بتبكي، فبيقول لها تبكيه أو لا تبكيه، الحديث رواه مسلم، تبكيه أو لا تبكيه، فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعته إلى السماء الدنيا. ويجي عايز يواسي جابر بن عبد الله، أبوه مات وساب له 9 بنات، قال أتدري يا جابر ما صنع الله بأبيك؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال يا جابر والله ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب إلا أباك، فإن الله قد كلمه كفاح وقال عبدي تمنى علي أطلب اللي انت عايزه. قال يا رب أتمنى أن أرد إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية. فقال جل وعلا إنه قد سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعون. قال يا رب فأخبر من ورائي حتى لا ينكلوا عن الجهاد في سبيل الله. فنزل قول الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الله أكبر. كانت أمثلة كلهم. عبد الله بن عمرو بن حرام أسلم بعد سن 60، عمرو بن الجموح أسلم بعد سن 60، الخنساء أسلمت لما جوزها مات وأخوها اتقتل، وكان كل دوت في لحظات صدق عشيها مع أنفسهم. أوعى حد فينا ييأس ولا يقنط من رحمة ربنا سبحانه وتعالى، خلي في جواك لحظة صدق، أقف مع نفسك الليلة دي قولي طب خليها بكرة، أقول لك تضمن تعيش لبكرة، قول لي طب خليها، طب اقول لك حاجه، انا هتوب بس بعد ماتش مصر والجزائر. لا ربنا يبارك فيك، ما تضمنش تعيش لحد ماتش مصر والجزائر، احنا عايزين نتوب قبل اي حاجه، عايزين نقف وقفه صدق للنادي يا شباب المسلمين ويا اخواتنا، عايزين نتوب الى الله ونرجع لربنا سبحانه وتعالى، عايزين نقف كده ونقول يا رب يا رب ما لناش غيرك يا رب. شوف سبحان الله، شوف دعاء سيد الاستغفار، اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. أهي لحظة الصدق، أبوء لك أعترف لك رب، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنب، حاجة تكسف نعمك علي كتير وأنا ذنوبي طالعة كتير، وأبوء بذنبي فاغفر لي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أخوي وحبيبي وأختي الفاضلة، اللي يقول سيد الاستغفار بالليل ويموت يخش الجنة، واللي يقول الصبح ويموت النهار يخش الجنة بفضل الله. ربنا يجمعنا وإياكم في الجنة. ابدأ واوعى تيأس. أذكر بس وقبل ما استقبل اتصالات حضراتكم حالا، أذكر بس قصة صغيرة كده، الأخ حبيبي جدا وبحبه جدا، هذا الأخ هو بيحكي لي قصة التوبة بتاعته، بيقول لي كنت كل يوم عازم بالله بسهر في خمارة، وكان كل يوم يخش، هو كان شوية فتوة يعني، فكان كل يوم يخش لازم يضرب واحد واثنين ويعور ده ويخبط في ده، وبعدين يقعد عازم بالله يشرب خمرة وآخر الليل يروح يقضيه مع أي فتاة وخلاص. دي كانت حياته كلها.
في يوم من الايام كان عنده مشكله كده، فرايح الخمره دي ومتضايق، فقعد عند البار مان اللي هو بيشرب ناس خمر، ربنا يتوب عليهم جميعا يا رب العالمين. فقعد فبيقول له: مالك يا فلان، يعني ما ضربتش حد النهارده ولا عورت حد، في ايه مالك النهارده، مزاجك مش رايق ليه؟ قال له: يا اخي ده ان ربنا يتوب علينا. قال له: لا لا لا، انت بالذات ما تحلمش، انت لو تاب ابليس انت ربنا ما يتوبش عليك. طبعا كلمه صعبه ما حدش يقولها لحد يا جماعه، واخد بالك؟ فالتاني الكلمه رنت في ودانه: ياه، هو انا للدرجه دي وحش لدرجه ان يقول لي ابليس احسن منك؟ خرج الشاب ده وهو يعني متاثر جدا بالكلمه ديت، مشي في الشوارع لوحده كده لحد ما وقف لحظه صدق مع نفسه: انا اوحش من ابليس؟ لا يمكن. فشاف مجموعه من الشباب الطيبين الصالحين ماشيين، قال: والله ان شاء الله لاكون واحد منهم، ويمكن اكون احسن منهم كمان ان شاء الله. وتاب هذا الشاب، وقف وقفه مع نفسه، مسح كل النمر اللي على الموبايل، ساب كل الناس ديت، بقى في صحبه الخير، بعد كده بقى من اقرب اصدقائي. يعني ما شاء الله، هي دي الوقفه اللي احنا عايزين نوقفها. اخويا وحبيبي، كلمه اخيره عايز اقولها قبل ما اتلقى اتصالاتكم الجميله، عايز اقول: ليست العبره بمن سبق، ولكن العبره بمن صدق. خدوا بالكم، العبره مش بمين سبق يا جماعه، ولكن بمين صدق. ممكن تلاقي مثلا واحد التزم وموجود مثلا في الدعوه بقاله 30 سنه وليس له تاثير، وممكن يكون واحد التزم النهارده وربنا اكرمه بنعمه الدعوه ويكون له تاثير. ليست العبره بمن سبق، مش مهم مين سبق، لكن برضو احنا عايزين نسبق ونصدق، عايزين نعمل حاجتين. خد بالك ليه؟ لان ما نضمنش متى يدخل علينا ملك الموت ومتى تاتينا المنيه. ربنا يجمعنا واياكم على الخير ويرزقنا واياكم حسن الخاتمه. بنتلقى اتصالات حضراتكم. طيب، انا طبعا معايا بعض الاسم اس اللي جاي لنا الهدايا او تجديد البيعة مع رسول الله عليه الصلاه والسلام، اللي هيلبسوا الحجاب، الاخت بسمله علاء ووالدتها ام بسمله، والاخت في فيه سين من مكه المكرمه، والاخت نوسة، والاخت ايه من اسكندريه، والاخت فاطمه، والاخت سحر. يا ريت يبعتوا الاسم الثنائي يا جماعه عشان يبقى عارفين ان احنا بنذكر اسمهم هم، والاخت سحر، والاخت مريم طالبه في الثانويه العامه، قالت: هديتي للرسول عليه السلام ان اكون داعيه اسلاميه، ربنا ينفع بيك يا رب. الاخت ام وائل قالت: لبست الخمار وهواظب على الصلاه. الاخت ام هشام من اليمن برضه لبس الحجاب، والاخت ام محمود، والاخت ام عدنان قالت: هربي ابني عشان يكون صلاح الدين الذي سيفتح القدس ان شاء الله، ربنا يبارك فيكي. ام شروق قالت: هديتي للنبي ان انا بنتي علمتها لبس الحجاب رغم انها صغيره في السن. الاخت ايمان لبست الحجاب، الاخت سالي، والاخت هبه وايمان الاثنين توأم عندهم 18 سنه ربنا يبارك فيهم، والاخت امل، والاخت ام يوسف، والاخت صفاء من السودان، والاخت فاطمه. وعايز اقول حاجه اخيره في النهايه كده سريعه يا استاذ شريف، ان جروب البرنامج، برنامج ليله في بيت النبي، جروب البرنامج في بالفيسبوك، بيبعثونا التحيه للشيخ جزاهم الله خيرا وفريق عمل البرنامج، ويرحبونا بالاعضاء الجدد للجروب، ربنا يبارك فيهم جميعا يا رب، ويجعل كل العمل ده في ميزان حسناتهم. ومعانا تليفون استاذ محمد من السعوديه. السلام عليكم استاذ محمد. السلام عليكم. السلام وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله. يا اهلا وسهلا. احبك في الله. حبك الذي احببتني فيه. لو سمعت يا فضيله الشيخ، انا عاوز رقم الجوال تليفون من الكنترول تحت امر حضرتك. عينيا يا استاذ محمد. انا محمد من مصر. عينيا تحت امرك. حاضر من الكنترول ان شاء الله. عينيا حاضر. فزي ما بنقول يا جماعه، ربنا يبارك فيكم. في تليفون يا استاذ شريف؟ طيب استاذه مجد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك الشيخ، ممكن اسال حضرتك سؤالين؟ اتفضلي تحت امرك. الاول، أنا اتأذيت في جسمي. اتأذيتي؟ اتأذيت من إنسان على وجه الأرض عمل شيء. نعم. وأذاني ولسه ما زال في جسمي لحد الآن. ربنا يعفو عنك. اللهم آمين يا رب. نعم. وبستعين بالصلاة. نعم. وبالقرآن. نعم. ولكن الحالة بتروح وبتجي لي تاني. نعم. فأنا في عندي مشايخ أعرفهم وكنت رحت لهم زمان. نعم. ماشي. بس انا من ساعه اتجهت للصلاه. نعم. فانا اخاف الله ان انا اروح، انا هروح افك ومش هاذي وما باذيش. نعم. وان كنت رحت لهم زمان اقسم بالله ثلاثه شهيد علي الله، انا ما اذيت اي بني ادم ولا عملت شيء يؤذي اي بني ادم على وجه الارض، ويعلم الله بده كويس. ربنا يكرمك حاجه مجد. اذا كنت رحت مع ناس عشان يفكوا او ويعملوا حاجه، ام تحب بنتها. طيب. تحب اخوها كده. طيب. شيء بس. طيب السؤال الثاني يا حاجه مجد. السؤال الثاني دلوقتي، أنا جاتني رؤية امبارح بالليل، قعدت لغاية الساعة 3:30 أصلي قيام الليل. نعم. من 2 إلى 5. ما شاء الله. ونمت على الجنب اليمين ودعيت والحمد لله. نعم. شفت رؤية في المنام، جاني حد جايب لي حنة خضراء. نعم.
وقال لي الحنه دي تتعجن اعجنيها كويس وحني ايديكي بيها، دي من عند الرسول عليه الصلاه والسلام. فقلت عليه الصلاه والسلام حنيت ايديا الاثنين اليمين والشمال. نعم. اليمين طلعت اللهم صل على النبي جميله، خط ابيض وخط احمر ما شاء الله. رائعه بإيد من كتر جمالها، شفتها بإيد الله اقول اللهم صل على النبي جميله. بس الشمال ملخبطه ومش حلوه. نعم. فانا عايزه اعرف انا اروح بقى للشيخ الكلي ولا استدعي القران ورؤيه الحنه دي ايه؟ افدنا افادك الله. جزاك الله خير. طيب اخت ماجدة ربنا يحفظك ويبارك فيكي، انا عايز اقول نصيحه لحضرتك ولكل اخواتنا المشاهدات وكل اخواننا، ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب العالمين. لو حد يا جماعه ربنا يا رب يا رب يعفو عن جميع المسحورين والناس اللي اتاذوا اذيه جامده جدا، يعني عايز اقول لو اي حد اصيب بسحر او اي حاجه من هذا القبيل، انا نصيحتي لا تروحوا لحد ولا تجيبوا حد. الامر بسيط جدا. الامام ابن تيميه رحمه الله رحمه واسعه ليه كلمه جميله قوي في مجموع الفتاوى، فيما معناها ان بيشترط في العلاج من السحر اخلاص من يرقي، اللي بيرقي المريض بيشترط فيه اخلاص النيه عشان المريض ده يشفى باذن الله. بيقول الامام ايه وجهه نظره ايه بقى، حته جميله قوي، قال ولا يوجد انسان اخلص لنفسه من نفسي. يعني انا لو حبيت يعني اتعالج من السحر مثلا، فما فيش حد في الدنيا هيخلص لي اكتر من نفسي. يعني ايه المطلوب؟ المطلوب ان انا اقرا بنفسي سوره البقره على ميه وانفس في الميه ديت، يعني تفل من غير ريق كده، واخد الميه ديت اشرب منها بق الصبح وبق بالليل، واخزن بقيه الميه احطها مثلا ادف فيها واحطها ببخاخة المكوى ورش جسمي في غرفه النوم، يبقى انا كده اغتسلت وشربت منها بفضل الله ورشيت في اركان البيت وشغل سوره البقره في عشريت كاسيت على في البيت على الاقل كل 3 ايام مره لقول النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه، مش لا يدخله، لا يقربه شيطان 3 ليال. فيبقى عملنا الحاجة ديت بفضل الله، حصلنا نفسنا وتعالجنا بفضل الله، أحسن ما يجي حد يعالجنا وممكن يبقى دجال ولا ويلبس ثوب السنة، فربنا يعافينا ويعافيكم. وشفنا مقاس الموضوع ده. أما موضوع الرؤى الحقيقة سامحين أخت ماجدة، أنا ما بفهمش في الرؤى، ان انا يعني الحقيقه مساله الرؤى لا يندرج عليها تحت يعني احكام شرعيه، او لا يعني لا يترتب عليها حكم شرعي، عشان كده انا ما بجيلش نفسي في موضوع تفسير الرؤى. الحاجه الثانيه ان موضوع الرؤى عايز اقول حاجه مساله مهمه جدا، انها لا تتم عبر التلفاز. ليه؟ قالوا العلماء، قالوا لان رؤيه وجه الرجل الذي يحكي الرؤيه مطلوب. والدليل على هذا ان الامام ابن سيرين رحمه الله رحمه واسعه كان جاله 2، كل واحد شاف نفس الرؤيه يا جماعه. ده شاف نفسه ان هو بيؤذن في الرؤيه، والتاني شاف نفسه ان هو بيؤذن. فرح له قال له يا امام لقد رايت في المنام اني اؤذن. قال ابشر ستحج الى بيت الله. قال له من اين جئت بها؟ قال من كتاب الله. واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا. والتاني قال له انا شفت نفسي انا كمان باذن. قال له يعني توب الى الله فانك سارق. طب ده بيقول له هتحج، والتاني بيقول له انت سارق. قال من اين جئت بها؟ قال من كتاب الله. واذن فاذن مؤذن بينهم ايات العير وانكم ايه؟ انكم لسارقون. قالوا في رؤيه وجه ايه؟ هذا الرجل الذي يطلب تفسير رؤيه مطلوب جدا. الاستاذه ريم. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام يا اخت ريم. ازيك يا شيخ؟ يا اهلا وسهلا. كنت عايز اسال حضرتك سؤال. اتفضلي تحت امرك. انا اولا لبست النقاب هدية للنبي. ربنا يتقبل يا رب ويثبتك. يا ربي. اولا انا عندي ولاد اخويا غير توفى. مالهم؟ اخويا توفى. الله يرحمه رحمه الله واسعه. ومراته رمت عيالها. سبحان الله. هم اطفال يعني. نعم. فاحنا دلوقتي بنربيهم. ربنا يكرمكم يا رب ويأجركم. يا ربي. بس طبعا يا شيخ كل الشغل علي انا. معلش انت يعني مساله فيها مشقه عليك وانا عارف، لكن لكن كفايه ان انت تتذكري قول النبي صلى الله عليه وسلم انا وكافي اليتيم في الجنه هكذا او كهتين. مساله مهمه جدا، انتوا بتربوا اطفال، ولاد اخوك دول اولا، ثانيا اخوك مات فهم اصبحوا يتامى، فربنا ياجركم ويكرمكم يا رب العالمين. يكفي ان انت تتذكري صحبه النبي، واحنا بقى في برنامج ليله في بيت النبي. ربنا يكرمك اختي الفاضله. بشكرك من كل قلبي. بشكرك من كل قلبي اختي ريم. ربنا يحفظك، وبشكرك على انك اتحجبتي، وبشكرك على انك بتربوا يتامى. ربنا يكرمكم. اخويا وحبيبي فاضل قد ايه يا استاذ شريف؟ احنا خلاص. طيب ماشي، الوقت خلص حقيقي معاكم بسرعه، بيجري بسرعه. ربنا يبارك فيكم. بالله عليكم، بالله عليكم، لحظه صدق نقفها مع نفسنا لله دي ونتوب الى الله. ربنا يكرمنا ويكرمكم بتوبه صادقه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بحبكم في الله والله العظيم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.